عسلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. مرحبا بيكم في فيديو جديد، كما العاده رجعت لكم فيديو بالشيخ علي برشا. المره هذه رجعت لكم للروتين، قلت لكم ان شاء الله في اقرب وقت نعاود نصور لكم روتين هكايا وحاسين برشا نشاط وطاقه ايجابيه وكل كيما عودتكم ديما. نهائر هذايا ديجا ويكاند مرتاحه في الزهر، حاسين نهار السبت كنت مرتاحه فيه، حاسين من الصباح قمت ناشطه كيما العاده، قمت هكايا مع الصغيرات كي بداو مرتاحين في الدار، حضرنا الفطور فطرنا وكل جيست هكايا الصباح، ما صورت لكمش لي ديتاي هذوكم نتاع فطور الصباح وكل، دخلت معاكم طول طول في الشور وفي القضيه اللي هي مستحيل توفى. اما المرحبيه حبيت الحقيقة نعمل تنظيفة باهي هكايا لداري، عندي برشا ما عملت ليش هكايا تنظيفة ونحب نغير هكايا شوية، كما تعرفوا من مدة لمدة النفسية محتاجة يعني حتى تغيير هكايا بسيط في الدار يغير لك من نفسيتك ويعطيك طاقة جديدة على الاخر. وزيد بالزهر حسيرو الطقس يهبل بالله، باش نحكي لكم على الطقس ما شاء الله هاكم تشوفوا وحدكم، الشباك محلول بارده شويه من السماء يعني الدنيا بارده، ما نقولكمش ما فماش برد، مي لقيت هذايا ما حكيت العشره هكايا بديت نلم في الدار بديت نخمل يبدا هكايا يطيح البرد شويه بحكم الشميسه تطلع. قلت لكم شهر نوفمبر يهبل حاسيلو بالحق يعني، فرحانه انه ما فماش كل هكايا الطقس يبدا مكشش ويبدا مطر ويبدا برد، حاسيلو كل الحقيقات شهر كامل حاطين الطقس هكايا باش يقعد يعني شميسه وكل. ان شاء الله ماذا بيا كانكم عليا اني نحب الطقس هذا، نحب يعني الشتاء والركشه والبرد وكل، وميم طون ما نحبش شكل اكل الشتاء القاسي القارس برشا هذاك الحقيقه نخاف منه على الاخر، وكونتر البرد ونولي بالحق ما نعرفش سبحان الله ما نطيقش البرد برشا. حاسيلو انتم اش نحوالكم اش عاملين، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في صحه جيده الناس الكل، ليكم وحشه كبيره. نحب نشكركم على كل كلمه حلوه على ميساجاتكم على لي كومونتير نتاعكم، عجبكم وصفات اللي هبطتهم لكم ديرنييرمون، شخت عليها الوصفه نتاع كعابر السردينه عجبتكم على الاخر برشا، قلتوا لي رجعتنا لايامات الزمن الجميل برشا، قلتوا لي فكرتنا هكايا في حاجه زمنيه بنينه برشا جربتها، وان شاء الله كل مرة بقدرة ربي داخلين هكايا تو في جو الصيف، تعرفوا جو الشتاء مش الصيف، جو الشتاء الركشة والتصنيف وحاسيلو كل الماكلات الشتوية البنينة بالحق. اني تعرفوني نشيخ عالكو جينا على الاخر ونحب هكايا اكلاتنا يعني كل مرة الواحد يتفكر حاجة يعملها والواحد ينوع يعني بالحق، الروتين كل يوم كل يوم. اني واحدة من الناس نحكي على روحي بحكم الخدمة والكل، الحقيقة ما عنديش برشا وقت باش نعمل حاجات هكايا تشد لي الوقت شوية في الكوجينة، ديما واحد داز على حاجة خف لف كي من با واحد يحضر حاجة خفيفة، والحاجات اللي نطيبوهم كل يوم نعاودوهم كما قلت لكم بحكم الوقت وكل. حاسيلو كما العاده خذيتكم هكايا بالحديث تقاني نقعد نحكي نحكي وننسى روحي، والفيديو تلقاه بريسك قريب يشوفه. الفيديو هذا حبيت نعمل لكم فيه جيست هكايا روتين مش اكثر باش تشيخوا عليه بالحق، كانكم هكايا باخلين وكانكم مش متشجعين باش تقوموا تخملوا، اني اليوم جاني الحماس الكل ونحب كيف نبدا صبحيه في داري نحب الحقيقه نعمل الحاجات اللي في مخي كما تشوفوا هكايا، نحيتك الزربيه نفض باش ننفض الغبره نحي في صالتي يعني بالحق عندي ايامات برشا يعني اكثر يمكن من ثلاثة جماع من الفوق الفوق يعني صباح الواحد يخرج بكري روح مخر ما عنديش وقت كافي اني باش نخملها بالباهي، ديما يعني من الفوق الفوق ضرب اسبيراتور واحد يمسح اما كمام لازم نهير هكايا. بعد قداش الواحد ينشور الدويرة كما تراو ما شاء الله بدلتك الغلافات متاع المخادد، حبيت هكايا نعمل تغيير بسيط وكيما ديما نقولكم وتعرفوني يعني كلامي يعني نفسه كل انه حاجات بسيطة على الاخر يعني كيما هكاي يعني الواحد يغير في غلاف متاع مخدة ولا ما نعرفش اني تهز حتى من الحاجة تهزها من بلاصتها تحطها في بلاصة اخرى بالحق راهي تبدلك من نفسيتك على الاخر، تجرب حتى فاز يكون ما نعرفش في البلاصة الفلانية تحاوله في بلاصة اخرى تحس فما تغيير يعني سبحان الله. ديما احنا النساء هكاي في ديارنا نحبوا يعني دارنا تبدا مشرقة ونظيفة، وديما التغيير بالحق يعطينا هكاي يرتحنا نفسيتنا ويعطينا طاقة جديدة والكل.
نفسي ونحاول اني ديما هكا باش نشجعكم بحاجات بسيطه كما تروح حاجات ما تتكلفش بالله عندكم. ديجا فما حويجات هكا شريتهم كيما الغلافات المخادد هذوكم بارطاجيتهم معاكم مع وقتها خذيتهم من شيين، وديجا تو شيين رحمه يعني مسهل علينا، كل شيء موجود كل شيء رخيص، تنجم ارخص الاسوام تعملوا ديكور مزيان في دياركم، تنجموا تزينوا تنجموا تبدلوا ديما حاسيلو، تنجموا هكايا كيما قلت لكم بحاجات بسيطه تغيروا من نفسيتكم وتعملوا حاجه حلوه في دياركم. لهنا كيما تراو نفضتك الغبره الكل، الطاوله هذيك نتاع التلفزه تشد لي الغبره على الاخر، يعني كل التجارات اللي فيها كي ديجا فيها برشا اتجارات وشارجي فيها ديكوراسيون والكل تشد الغبره يعني كوم من غيب علينا عيرين ثلاثه بالحق، واحنا ديما نقول لكم يعني عندنا غبره رهيبه يعني كل عملت لها مسحه هكايا نحيت لك الغبره كل الطاوله زاده هذيك الكوان كافيه اللي عملته الطاوله نتاع القهوه زاده كيف كيف كل مره هذيك بحكم نستعملها واني راجل يشرب كان قهوة الماكينة في الليل يحب يعمل قهوة هكاية نستعملها ديما ديما نمسحها، أما لازم تعدي هكاية عليها نظفتها عمرت القهوة ما عادش يعني وفات لي مديت باكو آخر باش تبدأ موجودة كيف باش نجي باش نعملو قهوة ما تقاش حاسم ديما نحب نعمر يعني عاملة كالسوبيار هكاية حاطة فيها القهوة وهكاك حسين تفقد ماكينتي ناقصه ماء والكل، وكملت حسين الكوان هذاك جيت للكوان تاع الطاوله هذيا بالحق طاول هذوما اللي شريتهم رحمه كيف لقيت لهم الغلافات هذوما يعني بلاستيك كما تراهم محطوطين فوق الطاوله ما يتراوش هما ما يضرلكمش اللي هما فيها غلافات، اما عملت لهم كيما التليفون يعني نقولوا احنا بيليكولا هذيك اللي تحطها فوق فوق التليفون لونتيكاس يعني باش تحمي لك التليفون نتاعك، هي نفسها الطاوله هكاك كل لونتيكاس فوقها بالحق رحمه ما تخليش يعني طاولتك تفسد، واني شريتهم يعني بسوم باي وكل باش تحفظ عليهم وباش ما يفسدوليش وباش الصغار ما يفسدوهمش لا بستيل ولا حد شيء، شريت لهم من شيين ديجا اللونتيكاس هذوكم نقول احنا يعني عباره كي غلاف بلاستيك ما هو خشين يعني على الاخر بالحق رحمه يهبلوا ديما طاول يقضوا جدد كيما هما. لهنا كيما تراو زادا جيت البيت الفطور باش نعمل زادا تغيير الناب نتاع الطاوله ديجا تمسخ لي يعني ديما نستعمل هكا البخور وكل هكا الحاجات البث نتاع الحاجات هذوكم اللي نستعملوهم، دونك حسيت هكا تمسخ لي وحبيت نبدل يعني باش نحط غلاف اخر ونعمل ديكور هكا لمسه بسيطه كيما قلت لكم يعني لمسه صغيره تعطيكم هكا طاقه كبيره على الاخر. Thank you.
كيما ريتو جبت الغلاف هذايا في البيج، ديما نحبه، وليت ما نعرفش علاش نميل للالوان الهافته. كل شيء يعني كيف كيف، والالوان تكون بالحق كيما تراو كلير، يمكن على خاطر الالوان هذه توندونس يعني وخارجه على الاخر، وزيد يعني ما عادش نحبك الالوان الشارجي برشا والالوان الغامقه واللي تجلب الانتباه. حاسين كل كنت ما عادش كنتبعوا فيا من الناس اللي تعرفني يعني من اول ما حليت القناه، وكل كنت ياسر مغرومه بالروز والبردو والالوان الغامقه، وكل الحقيقه ولات منقصه يعني ما عادش نخلي كان الالوان اللي ترتاح لي عينيا. وحبيت يعني صالتي الكل تبدا كيف كيف، يعني كيما ديفونات كيما الهكاية نابلة حطيته، كيما تراوز الكراسي مغلفتهم همش اوريجينال الكراسي هذوكم يعني، باش نستحفظ عليهم بالطبيعة. والكل كيف تراوهم هما مهمش هكاك مهمش مبطنين، اني ديجا مركبت لهم اغلافات كانت تفكروا زاد عمناه ولا شريتهم من شيئين، الحقيقة رحمة وتهب الكاليتي مش نورمال. وهاكم تشوفوا يعني بالرغم اللي استعملوهم ومكريتو ما شاء الله يعني رمضان كامل نستعمل فيهم، و هيك في اي مناسبه في راس العام وكل الحقيقه جدد يشروا يعني لا مجرى لهم حتى شيء. وحتى الكاليتي اغسل وانطر بالحق، الكاليتي اللي موجوده في شيئين نتاع غلافات الكراسي تحفونا على الاخر، اخذتهم عدا يعني كيما الكاليتي نتاع النابل اللي فرشته فوق الطاوله. حاسيلو هوني بدلت، قلت لكم هكا حبيت نبدل شويه من الالوان وكل، بحكم ما زلت حاطه اك ديكوراسيون الخريفي وكل حولته، كنت حاطته في الطاوله الصغيره نتاع الصاله الديكوراسيون هذاك نتاع الخريف، حولته في الطاوله الكبيره حطيته في الوسط، حسيته واخذ لي سباس كبير كي كان في الطاوله الصغيره، حسيلو حبيت نحوله لهنا. وعملت ديكوراسيون اخر كيما ريتو زاد الورد هذايا شريته من شيئين زادة، نحيتك الروز اللي كان هذاك وحطيت الالوان هذوما، حاسيلو محلاه تحس زادة حاجه هكايا متبدله وكل. واللي بالنسبه للبراسلي هذه اللي طوندون زاد على الاخر هكايا نسكل ولا تحطها يعني في فاست هكايا الفاز وكل مزيانه وتعطي لمسه تحفونه على الاخر كهو كما ريتو تغيير بسيط وكل. تشوفوا بعد ما احلاه كيف الاخر بعد ما نرجع نفرش الدار تشوفوا بالحق تعطي روح جديده يعني عطيت روح جديده هكاي للدار وكل. واكيد اللي تبعوا في على الانستغرام ريتو يعني ديجا طولتوا الحاجه اللي نصورها، نحب هكاي ديما نهب الدوريل هكاي يبداو مزيانين في الباج انستغرام تاعي، واي حاجه نعملها بالحق بالوقت نهبطها. واللي تبعوا في اكيد ريتو يعني اللمسات الجديده اللي عملتهم في الدار. بالطبيعة كما ريتو بعد ما كملت عديت الاسبيراتور على الدار الكل، جيت صورت معاكم الصالة بالحق امر نهارتها قلبتها الدار من ساس هالراسة بيتي بيت الصغار حسيلو كل. اما حبيتش نطول عليكم بالطبيعة الفيديو بشوالي طويل برشا بشوالي ممل، جيت هكايا صورت معاكم التفاصيل هكايا بسيطة في الصالة كما قلت لكم باش نشجع بعضنا وكل. وبالطبيعة بعد ما عملت لها اسبيراتور ونحيتك الغبرة وكل مسحة لازم منها، بالنسبة للمسحة اني يعني مش من
الناس كنا نمسح كل يوم الحقيقه، ديما نهيرين هكاك ثلاثه، بعد نهارين بعد ثلاثه لازم نعدي عليها ونعمل لها مسحه والكل، بحكم يعني ما عنديش برشا وسخ، مستحيل ندخلوا يعني بصبابتنا للدار ونخلي الصغار يدخلوا بصبابتهم من الباب يعني من فم الباب، كل حد ينحي صباطه وحاطه ديجا الخزين هذوك نتاع صبابط، نقولوا احنا سكاربيرا كل واحد يحط صباطه ويدخل، هذاك علاش ما تتمسخليش برشا، وما عندناش ماكله زادة في الصاله، مستحيل من عن بيت اني مانع عليهم الصغار الماكله في الصاله، لا يعني كل ما هي حاجه باش تتاكل كيسوا يعني لمجه ولا ما نعرفش اي حاجه بشكلها في الكوجينه، الحقيقه كوجينتي واسعه عملت لهم بالتفطور وياكلوا غادي يعني ما فماش علاش باش ياكلوا في الصاله، هذاك علاش الدنيا تتقعد نظيفه مسحان يعني نتاع نهيرين هكاك ثلاثه باش الواحد انا يمسح باش سبحان الله يعني عليك الغبره والكل. أكاهو لهنا بعد ما كملت مسحت الدار وشاحت وكل باش نرجع نفرش الزرابي، اليوم جبت الزربية هذه الطبي اللي قلت لكم خذيتها باش نحطها تحت بيت الفطور، حسيلو حبيت نجربها أول نهار هكا مع الدنيا بدأت تبرد وكل، وحبيت كما قلت لكم نعطي لمسة جديدة للدار، وبالحق جات محلاها على الأخر عجبتني، جات قد يعني ولونها محلاه وأون بليس يعني خفيفة، نجم نحاها في كل وقت باش ننفضها وكل، عطات هكا لمسة مزيانه على الاخر في الدار، حسيلو عجبتني خير ملي كانت بلاش الحقيقه، خاصه في الشتاء يعني ديما في الشتاء ونغطيون اكثر. بالنسبه للزربيه هذه نتاع الصاله مازلت حاطه الصغرونه هذه، نزيد ان شاء الله اول ما نحس بالحق الدنيا بدات تبرد على الاخر نرجع نفرش زربيتي الكبيره اللي تحملي داري الكل، يعني ما شاء الله الزربيه هذيك ما نستغناش عليها، وحتى كي نشري ان شاء الله يعني في المستقبل ناخو واحده كيفها كبيره تحمي الدار، بما انه ما شاء الله يعني داري واسعه وكل يلزم حويجه تحمي الدار على البرد، يعني سبحان الله الواحد كيف يبدا يمشي هيك حافي وكل تبدا الدار الكل محميه، ومعروف يعني شتاء على الزرابي وعلى الفرش وعلى التفريش والكل، رجعت كل حاجه في بلاصتها بعد ما تنشورك الدبش هيك وتشمس وكل، ديجا اكل الدبش اللي نحيته والغلافات وغلفه المخادد وكل نحيته باش نغسله، بطبيعه تحب لي ديما اني في الويكاند تحب لي على مرتين ثلاثه واني ان نغسل يعني وكل، الدبش يتراكم مع دبش صغار مع تدويشهم مع دوشنا وكل، بالحق يولي لي هيك صابون ما نحكي لكمش، جاب ربي الطقس ليامات محلاه كما قلت لكم هيك كيشيح يعني نهيرين ثلاثه نخليه نهيرين ثلاثه لبرا ونكمل نشيحه في الدار، حاسيلو هذيك معاناه كل مراه متغربه والناس كل يعني مع صابون ومع شيح دبش وكل، الحمد لله الحقيقه رحمه برابور يعني برشا ديار اخرين وبرابور اصل الدار اللي كنت عايشه فيها اني وقتها اول ما جيت لايطاليا وكل، الحقيقه رحمه ما كانش عندي بركون وكل تو رحمه يعني الواحد ديما يحمد ربي، حاسيلو رجعت كل حاجه في بلاصتها كيما ريتو. بالنسبه للفاز هذاك جديد اللي حطيته يعني الورد وكل ديجا ملي يعني حطيته نويتو اني باش نحطه في الطاوله هذه الصغيره، خاطر ديجا بيت الفطور ديجا شارجي يعني حطيت فيها الديكوراسيون على الاخر، جيست حبيت نحط حاجه سامبل وكيما قلت لكم حاجه ترتح العينين وكل، عطواول هذوما الصغرونات كهو، هذا هو روتيني. صي الواحد بعد ما يكمل ينظف ويخمل هكا ويرجع كل حاجه في بلاصتها محلى احلى احساس في الدنيا، تقعد نهيرين ثلاثه محلى تدخل تقدارك نظيفه نبدا شيخه عليه اني يعني واحده من الناس، وبالطبيعه كيف نقولوا تخميل ونظافه هكا وكل لازم ريحه البخور باش نعمل معاكم بخور، حسيلو البخور هذايا كيما تراو حبيت هكا نوريه لكم ريحه ما نحكي لكم، جايني هديه ديجا من السعوديه وكل كما نقولوا احنا يعني بخور الحج كل حصيل وريحته فاوحه فاوحه فاوحه، بالحق بخوري يهبل ديجا وريتكم هكايا الحكيكه ما شاء الله بالحق شيخ عليها على الاخر، اول مره باش نجربها حبيت نجربها معاكم، ريحته مش نورمال وديما اي ريحه نعملها هكايا باش نحسوا ريحه نظافه، وشوفوا ما شاء الله بعد ما كملت نظفت وزينت وبخرت، بالحق كما قلت لكم راحه نفسيه الحمد لله يا ربي الحمد لله على كل حال، بالطبيعه انتوما رايكم يهمني على الاخر، قولوا لي شنو رايكم في كومنتير، ان شاء الله يا رب يكون شجعتكم، ان شاء الله يا رب نكون هكا وصلت لكم طاقتي الايجابيه كيما عودتكم ديما، بالحق نستنى تشجيعكم نستنى دعمكم، قد ما انتم تشجعوني قد ما اني ديما نرجع لكم بجديد، حسيلو ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت نرجع لكم فيديو جديد، حسيلو تو مبقى لي كنقول لكم بالسلامه، استناوني باذن الله في فيديو جديد.